بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعرف الشباب ازاي ينقع الغلة. الغلة دي اللي احنا بنصطاد بيها شباب، هي بتبقى غلة البليلة. تمام، انت بتجيبها بتغسلها غسلة حلوة اهي، بتسيبها بالظبط، يعني بتسيبها مثلا يوم او يوم ونص، تبدأ تتفعص ايه، تسيبها مثلا وتتوعى وتشيل الشوائب والكلام ده، الحاجات اللي يعني تغسلها غسلة حلوة. تمام، انا طبعا معايا هوريكم حاجه كده بعملها، اللي هو اللهم صل على النبي، احنا بنعمل قنبله زفر. قنبله زفر ازاي؟ بنجيب ازازه ميه عاديه وبنخرمها اخرام اللي هي صغيره، اللي يطلع منها العلف. هوريكم برضه صوره العلف ده شباب، اللي هو العلف ده اللي هو العلف اللي هو بتاع الفراخ. مثلا بتقوم جايب شويه علف في ازازه فاضيه وتفضل تخرم فيها اخرام صغيره، ده بيبوش في الميه، بينزل ايه حتت كده صغيره، بينزل حاجه صغيره منه بيزفر لوحده. تمام، طبعا دي احنا بنسيبها يوم ونص. انا دلوقتي هجيب لكم غله كده انا لسه عاملها من بقالها يومين، هقول لكم ازاي. انت تمسك الغلايه لو اتفعصت في ايدك، يبقى ايه كده تمام، ما اتفعصتش يبقى لسه شويه عليها. تمام، ثواني كده هجيب اللي هي الغله واوريها لكم بتعمل، اللي هي الغله اللي هي الجاهزه يعني. دي يا شباب اللي هي الغلة اللي انا الجاهزة يعني، اللي انت مثلا تشتغل بها على طول. تمام، انت تمسك الغلاية كده فاصل في ايدك اهي، تبقى سهلة. طالما تفاصل في ايدك يبقى انت كده ايه، تبقى كده جاهزة معاك. دي لسه هي اللي بقولت لكم عليها، ديت دي لسه نقعها من شوية يعني. تمام، بتجيب، اسمع بقى الحتة الحلوة دي، اول ما تبقى تروح تقعد في اي مكان بتعمل ايه، بتمسك مثلا كبشة غلة كبيرة كده اهو، خليها بتقوم رماها في نفس المكان انت هتقعد فيه. تمام، وترمي بقى ايه، تزفر حواليها، يعني تزفر حواليها زي ما تكون بتزفر للبوري بالظبط. هيبدا الشبار يخش يعني مثلا يجمع حوالين الكبشه اللي انت رميتها دي، اللي احنا بنسميها مرايه. اللي انا اتعلمت شغل الغله دوت من الناس اللي هم الاسماعيليه واللي هم الكهروية اللي هم القاهره يعني، فانا اتعلمت منهم الحتتين دول. كنا في مصر 17، كنا مثلا ايه كل اللي احنا بنرميه هي مثلا ايه حبه غله كده صغيرين، ما برميش 3 كيلو في الميه زي في ناس بتقول لك بيرموا 3 كيلو و4 كيلو 4 كيلو ليه؟ فالمهم بترمي شويه دول، وطبعا ايه بتطعم غلايه واحده على بوز الصناره، يعني الصناره مثلا انا عملتها في الفيديو اللي هو اللي فات، غلايه واحده او غلايتين، واحده بتبقى بالعرض وواحده بتبقى بالطول، او هي غلايه واحده وخلاص، غلايه واحده بتقوم ايه في الصناره خلاص، بتقوم ايه ضربه على طول. اول ما تعلم عليك بتغطس برده، خلي بالك بتنزل زي الايه، زي ما تكون مطعم بجمبري او بدوب، بتقوم نازله بتاخد الغلايه وبتقوم نازله بيها، بتقوم انت راضي عليها الغلايه طول ما هي طريه هتاخد انت يعني باذن الله، يعني ضامن السمكه. اما لو مثلا مسلوقه، انا ما بحبش المسلوق، الناس مثلا بتحب اللي هو مثلا ايه تسلقه نص سلقه وتطلع على الميه. انا عملت نفس الكلام دوت، كنت اسلق الغله واروح مثلا عند الميه بص لقيتها تبقى بليله، انا ايه ضيعت طلعه وطلعت وضيعت الدنيا. لا، انا عندي انقعها يوم او يوم ونص واطلع اشتغل بيها عادي، مش هخسر حاجه. تمام، وطبعا برضو الدوتش خلي بالك شغال، برضو خلي بالك الدوتش اللي هو في دول كده بيجيبوا من عند، لو انت من بورسعيد احنا بنجيبهم من عباد الرحمن، اما الناس بقى في محلات تانية في القاهره وفي الناس دي لما بيجوا رحلات ما تنساش. في بقى احنا بنجيب ازازه بنخرمها، انا بعد كده بقى اوريها لكم باذن الله، بس هي مش جاهزه دلوقتي. احنا بنجيب مثلا ازازه وبنخرمها. تمام، بتقوم حاطط شويه غله في الازازه مع شويه علف. تمام، وبتسيبهم يعني بتقوم اول ما بتروح عند الميه، اول الحته اللي تصطاد منها بتقوم رابط الازازه بحته شعر وتقوم منزلها قدامك. العلف بينزل واحده واحده، ومو الغله بتنزل ايه واحده واحده من فتحات الاخرام دي، او ممكن ايه علف بس. تمام، كلمه السر في الموضوع ده كله العلف. العلف ده لو انت رحت في اي مكان وزفرت بعلف بس هيشتغل معاك، هيشتغل معاك غله ان شاء الله. يلا بالتوفيق لكم ان شاء الله، وربنا يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم. مع السلامة.